لستم من المتتبعين كثير للمنتخب الوطني وما يجري في المنتخب يعني منذ سنين، يعني انا ابتعدت عن هذا الوضع هذا، ما عنديش درايه كامله عن ما يحدث في المنتخب، لكن كل المنتخبات في العالم يتم استدعاء لاعبين افضل لاعبين، واحنا سبقنا وقلنا انه الجزائر صحيح فيها مواهب لكن ليس فيها لاعبين بامكانهم تقمص الالوان الوطنيه، بامكانهم أن يدافعوا عن الألوان الوطنية. هناك لاعبين يلعبون خارج الوطن هم أفضل بكثير من اللاعبين المحليين الموجودين. اللاعب المحلي تراجع كثير مستواه في السنوات الأخيرة، هذا مستواه الفني التكتيكي كذلك النفسي، كل هذه العوامل خلات أننا نلجأ إلى اللاعب الذي يتكون في أوروبا، وبالتالي استدعاء لاعبين من الدوري المحلي في هذا الوقت لربما تكريم لهذا اللاعبين، هذا ربما تكريم لهذا النادي الذي وصل للنهائي، لكن لا أعتقد أنه هذا اللاعبين يكون لهم تأثير فني على المنتخب الوطني. تقصد بأنها مجاملة من جمل بالماضي لهؤلاء اللاعبين قبل نهائي كأس الكاف فقط؟ يمكن تكون مجاملة، لأن بصراحة يعني شفنا اللاعبين اللي يلعبوا البرة واللاعبين اللي يلعبوا هنا ليست هناك مقارنة، وبالتالي أنا أقول وأعود وأقول المنتخب يلعب فيه اللاعب الجاهز، يلعب فيه اللاعب الأقوى، المهم يحمل جنسية جزائرية، له جواز جزائري، من حقه أنه يلعب في هذا المنتخب، بغض النظر على ياسين كان يتكلم على أنه هناك منتخب سيأتي ويكون هناك، أنا لا أرى هذه الانتقالية، يعني بعض الأسماء هنا أراهم من منذ زمن بعيد حتى من تقدم في السن يعني، ولكن لا أرى خليفة لهم مثلا على بنجاح، مثلا على سليماني، كلهم هذا اللي ما زالوا موجودين في القائمه وما زال ربما نريد نلعب بهم كاس افريقيا الجايه وبعدها نفكر في المونديال الجاي. انا لا اعتقد انه فيه نوع من المنهجيه لتجديد هذا المنتخب. هل تقصد انه هناك عشوائيه من جمال بالماضي في الخيارات، عشوائيه في التحضير؟ انا لا ادري، انا لست، قلت لك يعني في الاول انا لست متابع لما يجري في المنتخب الوطني، لست مهتم او لست عموما متابع. لا لست متابع ولست مهتم اصلا، لا يعني اهتمام ولا متابعة، لا متابعة الامر يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري، حتى يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري. انا لدي رؤية اخرى لهذا المنتخب، هذا منتخب يمثل دولة ويمثل الجزائر، والمنتخب الذي يمثل الجزائر هو يمثل كل الجزائر، ليس شريحة من الجزائريين وليس جهة معينة من الجزائريين او انه هذا المنتخب يتحول الى حزب سياسي. هذا الأمر هذا أنا من قديم بعدت عنه يعني.